موجز العاشرة صباحا من الأخبارية الجزائرية، أهلا بكم. المستهل بالذاكرة التاريخية، حيث تستحضر أو تحيي الجزائر اليوم الذكرى 59 لعيدي الاستقلال والشباب، المصادفة للخامس من جويلية، استقلال بذل من أجله الأبات تضحيات جساما، فأبروا بالقسم بأن تحيا الجزائر حرة أبية. وعلى النهج سار البنات رافعين لواء التشييد والتأسيس، حافظين العهد، صانين الوديعة، باذلين الجهود في سبيل غد واعد وجزائر قوية ومستهرة. وبالمناسبة، بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة إلى الشعب الجزائري، أكد فيها بالموعد الأغر للمتوج لنضالات الشعب المريرة وكفاحه الملحمية عبر المراحل والحقب، وإلى المبادئ الوطنية المقدسة التي رسخها جيل من رواد الحركة الوطنية وسار على نهجها بعزم وصلابة. الشهداء والمجاهدون وهم يخوضون أتون حرب ضروس جند لها الاستعمار البغيض، أعتوا أضخم أسلحة التقتيل والتنكيل والتدمير. لقد حبان المولى عز وجل، يقول السيد الرئيس، بما لم يتأتى للكثير من الأمم والأوطان، فأنعم على بلدنا بأغلى ما تفاخر به الشعوب و تعتز به من بطولات الأمجاد، تدعونا إلى العمل على تعميق الوعي بأهمية موروثنا التاريخي وارتباطه بحاضر الأمة ومستقبلها. السيد الرئيس ذكر بالالتزامات التي تعهد بها وأقام عليها برنامجا وأولويات لخدمة الشعب، سيبقى يقود هذه الخطوات بثقة إلى الأهداف المتوخاة. هذا وأشاد السيد الرئيس رئيس الجمهورية بما أبداه الفاعلون على الساحة السياسية وفعاليات المجتمع المدني، وبكل الإرادات والجهود التي ساهمت في إجراء الانتخابات التشريعية في كنف التنافس السياسي النزيه، منوها بسهر الجيش الوطني الشعبي، سرير جيش التحرير الوطني وأسلاك الأمن على إحاطة استحقاق 12 جوان الماضية بأجواء السكينة والإطمئنان. أصيب أمس 178 مصطاف بشاطئ تنس بولاية شلف بحالة غثيان وسعال شديد واحمرار في العيون وصعوبة في التنفس، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأشارت مصالح الولائية إلى أنه تم إيفاد فريق من الغواصين إلى عين المكان لإجراء تحريات في البحر لمعرفة أسباب الحادث، كما أوضحت بأنه تم إخطار النيابة العامة مجلس قضاء أشلف بهذا الحادث بغرض التحقيق في أسبابها. وأمام هذا الطارئ، أعلنت سلطات الولائية عن غلق شاطئ مدينة تنس إلى إشعار آخر. الحمد لله على كل حال، لحد الآن الأمور مستقرة. العدد الذي التحق بالمستشفى مقارنة بحاليا تشير إلى تقريبا منتصف الليل ونصف ما حدث في حدود الساعة الخامسة والسادسة والسابعة، كان إقبال كبير، يعني الحق العدد لحوالي 180، يعني من بينهم حوالي 32 عون من أعوان الحماية المدنية اللي كانوا مختصين في السباحة وكانوا يعني يسهروا على راحة المصطافين. ما حدث على حسب ما يبدو العينات الأولى وعلى حسب التقارير الطبية أن هناك أعراض لارتفاع الحمى، أعراض لسعال حاد وضيق في التنفس. الحمد لله فيه تحسن، أنه عدد معتبر من المواطنين غادر المستشفى، ما بقي هو في حدود 20 إلى 25، يعني ما بين خاصة صغار السن. احنا أشعرنا النيابة العامة، والنيابة العامة أوكلت المهمة إلى نيابة الجمهورية المحلية لفتح تحقيق في الموضوع. سجلنا أول حالات هي 16 حارس موسمي للحماية المدنية اللي كانوا في عين المكان، تم إجلاؤهم إلى مستشفى زيغوش بيتنس، ومن ثم بدأت تتوالى النداءات، وأين سخرنا 6 سيارة إسعاف للتكفل بجميع الحالات إلى غاية هذه اللحظة اللي فاتت منتصف الليل،
ومباشرة انتقل السيد الوالي والسلطات الأمنية والصحية لعين المكان، وين تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة الوضعية يصح التعبير الاستثنائية. تربويا، وفي بيان لوزارة التربية الوطنية ورد أن نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط بلغت 64.46% بتحسن قدر ب 9% مقارنة بدورة 2019 رغم الظروف الاستثنائية للتمدرس في ظل جائحة كورونا. تحسن النتائج يعود إلى اعتماد نظام التمدرس بالتفويج والتناوب. نهاية المجلس، شكرا على المتابعة. السلام عليكم.